تركيا يادا گرگر بدست سي خورين خو آگر بردد زوين چاندنية ين روجاواي كردستاني و شركي گران اي آبوري لداردخه. وان روجين بوري آگر هن زوين چاندنية دان برخو و دخل دكرن خولي چند بويرن بويرنگي لدو هف دوباره دبن لو را يكي نين طايبت ان هزن سوريايا دموقراتيك لكو كاوي دكرن هري داوية هسد سيخوركي دست سردك كو بفرمانا پاياين تركيايا دا گركر شانتاجي لجودكاران دك و آگر برددا گنميوان. محمد مصطفى الخلف ايج گندوارن تل تمري لسوجي خواه مكورتي هجمارن تلفونن چند جودكاران بدست خينا و بوان رد بايفا و شانتاجي لواندك. بداية الشهر الخامس التقيت مع محمود بن نسيبنا قرية الحويش، اتفقنا اعطاني شرائح، اتفقنا انه نحكي مع العالم نهددهم ناخذ منهم مصاري او نحرق اراضي زراعية. لتلتمري بسيكسان را بيوندية داتينا ولتنشتا استاندنا برايان هاول ددا كورد عرب و آسوران براهف بدا و آقري فتنية دنافاوان دا قربك. اول شي حكينا مع الياس آشوري من تلطال يعطينا مصاري او نحرق الارض. ثاني شي في مزارع اسمه ابو رهان من تلتمر شخص كردي عنده ارض زراعية بتلطال، حكيت معه انه هددنا يا يعطينا مصاري او نحرق الارض. بعدها فترة حكيت مع شخص اسمه جاسم أبو محمد من دير الزور عقيدي مستاجر أرض زراعية بتل هرمز إنه يا يبعث لنا مصاري يا نحرق أرض. حسدي راقهان كو بشتي آقه داريه أو لجيروكي فادكولن وداويه ويزفدكن ودردك هفا كو شبكيا وان آتاوان كر لدفرن تركيا يا داقر كره. لهيلة كادن بهاتنا دم سالة چنيني را بريف بريا خسر كوميتيكا طايبت آفا كريا قنقاربا موسم بباريزا هروكي غلق جودكاران بمبستا پاراستنا زاد و دخل خواه بشف و روج دناوا عردن خودنا و بهيفيكا مزن لبندا برهمن وانن.